فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا كان الزوج مسافرا أكثر من 4 أشهر وأبى أن يرجع إلى بلده وإلى زوجته، فهل يكون هذا في حكم من آلى؟ إن كان له عذر في عدم الرجوع فإنه يسامح في هذا لأنه ما يتمكن من الرجوع، أما إن كان ما له عذر وهي طلبت قدومه وأبى فليس له ذلك، فإذا طالبت بقدومه يجب عليها أن يقدم إليها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.